الآن في تمام الساعة 6:30 على ملعب الشمال، الجولة 13 والجولة الأخيرة من القسم الأول. نكون اليوم إن شاء الله انتهينا من القسم الأول. في المباراة الثانية طبعا نفس الوقت مباراة تخليطيات والجيش. كابتن عادل، المباراة راح تكون بين الأول والأخير، مباراة بين الفريق اللي الفريق الوحيد اللي ما خسر في الدوري والفريق الوحيد اللي ما فاز في الدوري. هل هذا يختصر لك كل شيء ولا في مجال المفاجأة؟ هي كل الأرقام تصب في مصلحة السد، الأرقام، الإحصائيات، المنطق، حتى المنطق المفروض أنه الترجيحات كلها تصب في مصلحة نادي السد. لكن في المباراة أمس أثبتت أن المنطق تقريبا في كرة القدم ما هوش صحيح 100%. لكن أنت يعني كنا نتكلم في الطريق طويل وذكرت أن يعني من السد من الفرق اللي يعني تستبعد أنه يحصل فيها مفاجأة أو دائما تتوقع أنه. بينما يأتي مراقبا للمباراة خالد الرماحي والمنسق العام صالح المري، بينما مقيم الحكام جاسم الهيل والمنسق الإعلامي أحمد درويش. إذن هذه هي ورقة المباراة قبل أن نخوض بتشكيلة الفريقين، قبل أن نخوض مع بداية المباراة، قبل أن نبدأ بانطلاقة هالمباراة. خلينا نشوف أيضا هنا أمامنا طبعا الطاقم أو التشكيلة للسيد سيلفيو ديلبرتو مدرب النادي الشمال في لقاء اليوم. الشمال اليوم في وضع الحقيقة لا يسر، خاصة في القسم الأول. فريق يأتي كآخر الترتيب، فريق لم يفوز أبدا يا سيلفيو ديلبرتو، لم يفوز أبدا، لكنه يطمح في مباراة أمام من؟ أمام متصدر. والله صعبة، البعض يقول جولة 13 فيها كثير من المفاجآت. ننتظر مفاجآت، ننتظر إيهاب مختار وطلال البلوشي مع حكم اللقاء وقرعة البداية. وين راحت؟ راحت للشمال واختار على يمين السادة المشاهدين الكرام، بينما طلال البلوشي ورفاقه سيذهبون على يسار السادة المشاهدين الكرام بالكرة وركلة البداية. أو هداف موجود؟ لا، غير موجود مع السد. الكل ممكن أن يسجل مع نادي السد، لذلك حتى لو نشوف الهدافين الهيدوس وتباتا 6 أهداف، خلفان إبراهيم الله يقومه بالسلامة ويرجع عنده 5 أهداف، نذير 3، عبد الكريم حسن 2 أو 3 أهداف، إبراهيم ماجد 2، علي أسد 2، كله سجلوا. 11 لاعب للسد. البعض يتحدث أنه والله سيلفيو ديلبرتو والله موجود صامد حاضر لا يزال، يعني في فرق خسرتين مع بداية الدوري والمدرب طار. نتحدث طبعا عن نادي قطر وخروج هاسك. هنا نتابع الخطأ أو الكرة العرضية، محاولة حلوة كانت المحاولة الرأسية من القائد إيهاب مختار، لكن الكرة مرت برأسيته بجوار مرمى سعد الدوسري. فرصة كانت هي الأخطر للشمال، لا هي الثانية الأخطر كانت والله خروج الحارس اللي كان في الدقيقة 8، لكن ما تم استغلالها بالشكل الصحيح. على العموم ربع ساعة تمر أو 16 دقيقة تمر مشاهدينا متابعينا معنا دائما وأبدا. حسين عموتة اللي يتابع اللي ينتظر، هو خايف من مفاجأة، أمر طبيعي بالمناسبة. يعني فريق لما تلعب من الفرق القاع، خلينا نقول من فرق القاع في سلم الترتيب، في سلم الترتيب ينتظر كل شيء كل شيء. هذه فرصة للشمال عرضية، ممكن جول. شو يسجل التعديل، شو يونغ هيونغ يسجل هدف التعديل لمصلحة الشمال، والهدف الشخصي الثاني. يأتي اللاعب جو يونغ هيونغ، لسه تحدث عن مفاجآت يا طلال يا بلوشي. شوف الكرة اللي مرت أمامية سليمة، شوف العرضية، شوف جو من وين جاء، شوف من وين طلع لهم في منطقة الجزاء. لعبنا كرة يسارية مرت يساريته، عدت ما بين أقدام مصعب، عدت إلى الشباك السداوية. إذن السد الآن يتلقى هدف التعديل بتسديدة من شو، يأتي بالهدف وواحد لواحد واحد لواحد. إذن وهنا شو وفرح كمل المباراة. والكرة هنا رمية جانبية، إبراهيم الشليح اللي يلعب كرة للأمام، طلال بأول لمسة خاطئة مرت لبلوشي، لكنها أيضا تتخلص، تعود مرة أخرى للشمال القائد إيهاب اللي يعيدها
للخلف عند تشوف زداوية لمسة بالمنتصف منقولة البحث عن الهيدوز، ولكن أيضا الدفاعات موجودة والدفاعات تخلص وتعود مرة أخرى لمصلحة السد. عادت شمالية مرة شمالية مرة سداوية، هذه محاولة انطلاقة ماهر حداد يمشيها فرصة هنا للشمال، لكن فيها خطأ، فيها خطأ، خطأ موجود على سعيد أبو طاهر. ضلال لتباتا، تباتا أمامية حامد لتباتا، حلوة هذه للسد لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة، عادت ووصلت بعد متابعة وفيها صافر أيضا، طحت السد مقطوعة. عبد الكريم حسن ينطلق، عبد الكريم السدد، لكن حارس المرمى، حارس المرمى ببراعة شهاب صلاح الدين يملع ثاني الأهداف السداوية. شوف الكرة وشوف التسديدة، لكن الكرة تصطد وحارس المرمى يخلصها، كات النص. على العموم نشوف ركلة الزاوية ملعوبة، لكن إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى الكرة مرت، يمشيها للأمام ماهر، ماهر بشكل رائع يعدي يمشي، حلوة هذه، جول 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 ثاني للشمال، جول ثاني للشمال، هبت هبوب الشمال وبلدها شيني، وبلدها شيني، الشمال يسجل سعيد مطاهر، يسجل مع الدقيقة رقم 32، سعيد مطاهر يسجل ثاني الأهداف لمصلحة الشمال. شوف 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 اللمسة وشوف العودة وشوف، الله يا رايق يا رايق يا رايق يا سعيد أبو طاهر، شوف الكرة الماضية عدى من نذير وبيمينه سددها على يسار سعد الدوسري، يأتي ثاني الأهداف لمصلحة الشمال 2-1. قلبوها للشمال، أشوف قلبوها للشمال والمفاجآت موجود، يحاول يمشيها أمامية، برافو للسد، هنا انطلاقة، هنا مرور وعودة للاعبو الشمال دائما وأبدا لمناطقهم، لكن الكرة مرت في الطرف الأيسر، عدت في الطرف الأيسر سريعة، لمسة ماهر خاطئة، علي أسد برافو علي، ينقر يقطع يتصل هيدوس مشاها خاطئة، عادت لتشو، مرتدة الآن لمصلحة الشمال، لما أقول لك مرتدة لأنه لاعبين الشمال كلهم في نصف ملعبهم، في نصف ملعبهم، هنا كرة لا تزال ما بين أقدام لاعب الشمال، لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية، الكرة انفكت من إيهاب، هنا فيها رمية جانبية الشليح، شوط أول بالمناسبة. أذكر طبعا في مباراة أخرى أيضا الإخريطيات من أمام الجيش انتهى الشوط الأول 1-0 لمصلحة الإخريطيات، بينما هنا طبعا كما شاهدنا وتابعنا 2-1 لمصلحة الشمال. أيضا الشوط أول شاهدنا في إنذار وحيد كان على تشو، وشاهدنا أيضا هجمات مرتدة كثيرة، شاهدنا الإحصائية تعطي 39% كاستحواذ للشمال والبقية تذهب للسد كنقلات واستحواذ بالنسبة لفريق السد. هنا محاولة أمامية حلوة في مكان، هذه عرضية لكنها تصطد إلى ركلة زاوية، هنا نتابع المحاولة في كرة ملعوبة أمامية، محاولة موجودة سداوية رأسية خطيرة لكنها تتخلص، تتخلص وتعود مرة أخرى في الطرف الأيسر، مرت من جديد، عادت للشمال من جديد، فقد الكرة الثانية في 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 الجولة رقم 13 أو الجولة الأخيرة في في القسم الأول. لكن ما يحدث الآن لنادي الشمال من إحراج كبير للمتصدر، وأداء يؤدي لاعبينا الطريقة اللي معطى لهم، هنا أمامية ما فيها أوفسايد، سريعة وسعد يتدخل سعد الدوسري، تصل للكرة من حارس المرمى تباتا، يمشيها لنذير بالحاج، أيضا خطأ، خطأ موجود، عادت للشمال، عادت للشمال 3-3، عادت شمالية، الكرة عودة لتشو، تشو يسدد قوي لكنها إلى خارج أرض الملعب، هنا تشو يوم واحد الالتحام اللي ما بينه وما بين أحمد ناصر، هنا عادة شمالية ملعوبة أمامية، ماهر حداد يستلم للشمال، ماهر يحاول يعدي، يحاول يمر، عدى ومر، الله عليه الله عليه الله، ممكن ممكن يعيدها وتسديدة تصطد في طلال البلوشي، عدى وعمل الكثير، لا تزال شمالية، لا تزال لمسة للأمام، فرصة
التسديدة. وين يا سعيد؟ وين الكرة يا تشو؟ النقطة ويليه الغرافة 23 نقطة بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني. الغرافة 23 نقطة، 21 نقطة نادي قطر. هنا كرة أمامية بالراس تتحول عند الشمال. كلمة عندهم، كلمة عندهم، كلمة لمسة للخلف ولكن تسديدة بعيدة. بالحج مرة أخرى يلعب له كرة في الطرف الأيمن. هنا انطلاقة، محاولة لحامد، عرضية راسية، أوه صعبة كانت لكن حارس المرمى إشهاب صلاح الدين يبدع، يبدع في إنقاذ الكرات بينما راسية تباتا أصعب كرة بغى يسجلها. وسهل الكرات راحت يا تباتا. نعم هي كذلك يا أنساتي سادتي أحبتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان. يطلق حكم اللقاء السيد أحمد السيد صفرته، ينهيها ب2-2. تقدم الشمال أولا بهدف بايون مع الدقائق.